يقول السائل: ما حكم رفع الأيدي في الدعاء في غير صلاة الاستسقاء؟ الأصل أن الأيدي ترفع في الدعاء إلا المواطن التي دعا الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ولم يرفع يديه، فخطبة الجمعة ما ورد أن الرسول يرفع يديه فيها، فالرفع اليدين في خطبة الجمعة عند الدعاء بدعة، لأن هذا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا في خطبة الاستسقاء، رفع يديه صلى الله عليه وسلم في خطبة الاستسقاء ودعا وبالغ في رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. وأما في بقية الخطب فلا ترفع الأيدي في الدعاء، وإنما يدعو بدون رفع يدين. كذلك إذا دعا بعد الصلاة بعد الفريضة، إذا دعا بعد الفريضة لا يرفع يديه، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا بعد النافلة، إذا صلى نافلة ودعا بعدها يرفع يديه لا بأس، وأما بعد الفريضة فلا ترفع الأيدي في الدعاء. وكذلك في نفس الفريضة إذا دعا لا يرفع يديه إلا في القنوت، دعاء القنوت، في دعاء القنوت يرفع يديه، وأما دعاؤه وهو جالس أو وهو قائم في الصلاة فلا يرفع يديه في الفريضة ولا في النافلة أيضا. نعم.